السلام عليكم سيداتي سادتي، كيف الحال؟ ان شاء الله تكونوا بتم الصحه والعافيه. واليوم عدنا لكم بالفيديو اللي الناس كلهم قاعد يقولوا لي يا سفاح شوف راب الانميات، ترى في رابات جديده في الساحه. فانا قلت خلاص الان حان الوقت بان نتابع راب الانميات. واول راب عندنا اللي هو راب سانجي صياد البنات. انا ما ادري صراحه ايش العنوان الغريب هذا، لان سانجي حمامه ما يعرف يصيدها. وما بالك عن ال عن عموما الاغنيه فيها نايزر وركلس وترافي اجتمعوا ان يغنون عن راب سانجي. اوكي، ما عندي اي مشكله، مع اني انا الان صراحه شويه مش راضي عن سانجي من يوم ما خلى لوفي بهذا، يعني بهذه الحاله انا هنا زعلان صراحه. بغض النظر عن الاسباب اللي سانجي ليش جلد لوفي وخلاه جوعان، بس انا لوفي افضل شخصيه عندي صراحه، وانا ما ارضى اني اشوفه بهذه الحاله. هذا المنظر لا يرضي اي بني ادم. لو يرضيك انت انا ما ادري، انا ما يرضيني صراحه. نكمل الاغنيه الاولى راب سانجي، الاغنيه الثانيه راب اسكانور من نوكسس. اوكي، نوكسس صراحه يا شباب يعني شخص يعني مستواه عالي جدا، ويعني ما حد يمزح معاه، وقاعد يغني عن راب اسكانور، عن الشخصيه الفخمه الخطيره اسكانور. فانا صراحه قلت لازم اليوم اشوف الاغنيه هذه، ولكن راح نبدا باغنيه راب سانجي مدير، فهيا بنا لننطلق. طبعا لا احد ينسى اللايك والاشتراك والكلام ده جميل كله يا شباب، ولا تنسوا تتابعوني في تويتش، في التويتش اللي تابعوا بيس وانميات ونلعب ونستمتع. بليز يا مديري، ليتس جو. البس سماعه الجوده افضل، ما سماعتي جاهزه يا مديري، ما عليك. يا ساتر، ترافي نايزر ركلس، انا امالي عالي جدا صراحه. يلا. انا شاب جاد عمري 21، اسمي سانجي، ارطب رزقي اشتغل قرصة مسكين عيوني. اوكي، شعري اشقر طالب قربك تسمعين، صح ادخن بس معليه عيونك اقلعت تدخين، قاعد تاقي في السفينة اطبخ لك اي شي تبغينه، واعد مني دامك عندي ما تمسك يدك سكينة، ما خليك في يوم حزينة واللي زعلك اهينة، ما ارفضك اي طلب لو اخذ القطار رهينة. قاعد شايف شايف عشان كذا يا شباب، يا حتى المغني، لما المغني نفسه يعرف بان نكمل صابر عليه نكمل لانه نامي فيه تكسر قلبي وترميه، وانا ابحث عن مجال هم يدوروا لوبيس، وانا ادور بنت الحلال. اقول لكم شيء ما حد يعرف، صار روبن كل ما تشوفني تنهار، باين انها تبغاني ميته عشان لا اطبخ لها كل يوم لكن تاكل وتنساني. ايوه، كسر من جديفها وام ثلاث عيون هذيك صح كيوت. هذه النصابه دقيقه، هذه النصابة أنا مسكتها يا شباب، واللي تابعني في تويتش يعرف، حسيت بأن تمثيلها في البداية قلت لا تمثيلها فيها شيء، بس صراحة مع الوقت خدعتني صراحة، فأهنيها أهنيها. تبقى الاثنين بس بتخيل لك حماتي، فترة فيني من بعد ما كنا قبل قريبين، ما كنت أتوقع طعنة منك ما بين كل الموجودين، بدل ما تصير متزوجين رجعت أدور في جديد، ما برضى إني أكمل باقي حياتي وحيد. أستنى اليوم اللي ألاقيها، ضاع عمري وأنا أدور متى أقدر أمسك إيديها، مع بعض نعيش ونكبر تحت، وأنا أبحث عن شريك، ضاع عمري وأنا أحترق، متى أقدر أوصل متى أجيك، قولوا لي يلا لأني وحيد. أستنى اليوم يا ترافي، ضاع عمري ليش يا ترافي؟ ليش؟ مع بعض نعيش ونكبر تحت، وأنا أبحث عن شريك، ليش؟ Oh my god. الحبيب ادعوني بالنصيب، شاب وسيم ما في شي فيني يعيب، اتمنى فارس احلامي تكون جنبي، حياتي مع الشريكه بتقلب لونها بمبي، بس هي فين لو احكي لها عن صفاتي، مهذب لبق رومانسي مخلص لحتى مماتي، طباخ والنفس لا احكي لك انت مخلص. دقيقه، مخلص؟ انا هذه ركلس، انا هذه اختلف فيها. الرجال بعطى قمة بي، انا امزح 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 امزح، انا الحين وصلت مرحلة قاعد ادور مشاكل مع فانز سانجي صراحة. لا امزح 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 امزح، نكمل نكمل. ماتي طباخ والنفس لا احكي لك، انت اطلبي اي شيء في ثواني راح يجي لك، مرهف الاحساس معدني الماس، انيق في اللباس ما يؤذي بنات الناس، نشمي والنشامة فيني من الصفات، عيني تتحول قلوب لو اني قابلت بنات، يجيني نزيف كلام هذا كله صحيح، اتحمل يصير لي كل مرة لما اكون فيهم اتامل، واتمنى واحدة منهم تكون شريكتي، انا مستر برنس الوسيم يا عزيزتي، تعبت وانا لحالي كله من راس الطحلب، انا ادور بناته. كل اللي صاروا كل اللي صاروا كل
لا امزح من الواضح ان انا اليوم متحمس زياده عن اللزوم. لا قاعد امزح قاعد امزح يا شباب، يا شباب لا حد ياخذ كلامي بجدي يا شباب، قاعد اطقطق قاعد وطقطق. انا ادور بنات وهو بس في سيوفه يحلب، كريهه في الضياع ما تلقى له اي شبيه، يدور في نفس المكان اللي كان موجود فيه. انا صابر ومتحمس رغم هذه الظروف، فالتيار ماشي عكسي بكل ما تعني الحروف، فاتمنى الدنيا تزين بما اني قرصان، نفسي احصل كنز ويكون مليان نسوان. حلو حلو عجبتني صراحة، صح يا ترافي. لا 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 صراحة الكل بدع، الكل بدع، الكل بدع صراحة. فان سانجي أتمنى لكم راضين. اوه اللقطة هذه كيف زعلتني. دقيقة ايوه اللقطة هذه صراحة انا هنا زعلت صراحة. انا يعني لحظة صمت ليس انجل مسكين، لان صراحة انا هنا الصدق زعلت. انا مش يعني معنى كان قهرني في هذا الارك شوية، بس حرفين زعلت صراحة. ما كان يستحق اللي صار له صراحة، كسر خاطري من الاخر. يا حلوة تعالي تزوجيني، أنا سانجي لو ما تعرفيني راح أدلك أحطك في عيني، ما عندي غيرك لأني وحيد. أستنى اليوم اللي ألاقيها عمري وأنا أدور متى. لا 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 شباب نارين، شباب ما قصروا صراحة، خطيرين. لا 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 دقيقة 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 خلصت أغنية. أوكي 4 دقائق صراحة يستحق لايك، يستحق لايك، مع أن الأغنية نازلة من أكثر من شهر تقريبا، ولكن ما عندي أي مشكلة صراحة. لا 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 خطيرين 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 شباب صراحة ما قصرتوا، بس منيت صراحة يعني برضو يكون أغنية لزورو صراحة أو للوفي. لولو يا شباب من الحين اللي نزل أغنية عن لوفي الرياكشن بينزل في خلال 24 ساعة. تكفون تكفون يا شباب، احد يغني عن لوفي يا اخي. لوفي يا اخي اي واحد يمسكه يسوي له بوتو بس يجلده، ويعني انا اقول لكم سخف شخصيات لوفي ارجوكم بليز، يعني احد يسمعني وينزل عنه يا شباب بليز. طيب تقييم الغنية صراحة خرافية جدا، صح ان هي عن سانجي يعني الطباخ يعني ما انا اوه ماي جاد اوه ماي جاد، والله الحين فان سانجي كله في الكومنتات يا سفاح سانجي عمي. نروح الاغنيه اللي بعدها، الاغنيه اللي بعدها راب اسكانور من نوكسس، فليتس جو يا مديري. طيب خلينا نسمع يلا. نظف اذني يا نوكسس بشخصيه اسكانور الخطيره، قبل شوي اذني تلوثت بسانجي. يا شباب امزح اي امزح يا اخي، ايش فيكم يا شباب؟ ترى ما مش حاقد انا على سانجي لهالدرجه، ما عليك شخصيه خطيره سانجي، شخصيه خطيره ما عليك فيكم. يلا روح سمعنا ايوه سمعنا. لك انا اسمي اسكانور انت مين، وانا نفس حرق هذا سونج مع البيت، راح اصير الملك ماذا كون شيء اكيد، ولك انا الرئيس محي كل شياطين بدون تناهي، قد لا تجرى تحاول تقفز صامد امامي، كل الواجهه توماني خجوا مني من قدامي، كل القول عندي رغم هذا كله شفني هادي قوه شمس داخل السورت، اقدر اغلباني البوس كبريائي عليك اللورد، ولك انا اسمي اسكانور تواجه الموت من اكون امامك، لازم تذكر انت بتجي تفقد سلامك علو بدكم علامه. لا 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 كل الاحوال جاست وان بايت، ما توقعت الدخول القوي هذا. جاست وان بايت الرعب انا اسوي بثواني مجبور هنا اني غرور قطعهم سبب صدى اسكنر قوه الشمس ما يخفق جبل او تل، صح اذا مسيت لغروري افتح وياك حرب، صح حتى بالماضي انا امير للملك انا الاخير، مهما كان حجبه كبير راح تبقى بعيني ضئيل، قوة الشمس خزنها بالفاسة تنقتل عن طريق ريدة، قوة الجد قدمها بالمجد اللي ينصنع عن طريق ريدة، قوة الصد مثلها بالجد كبرياء العلي هو خطيتة، قوة الدرس تمثل بحرب اللي خاضها اللي يعجب حبيبته.
يا انا ناس العمل او اني ما شفت اخر موسم، اتوقع اني ما شفت اخر موسم، فقاعد حرق عليه بس الامور طيبه. اوكي لا لا تقولي خلصت بزعل خلصت يا شباب. ايش في الدقيقتين حرفين اسرع دقيقتين في تاريخ البشرية، اسرع دقيقتين في تاريخ البشرية. ايش في الاغنية الماضية كانت وكانت 4 دقايق اوكي وكانت صراحة عن سانجي، فعشان كذا انا ممكن حسيتها بان هي 20 دقيقة. يا سفاح خلاص سفاح بطل مشاكل مع سانجي خلاص سفاح بليز، وصلنا نهاية الفيديو يا سفاح تسوي مشاكل حتى في نهاية الفيديو. شباب ترى والله كله قاعد امزح عن سانجي شباب، لا حد ياخذ الموضوع بجد، قاعد اطقطق يا شباب. هدف سهل سانجي، هدف سهل صراحه اني اقعد اجلده. طيب رابس كنور بيني وبينكم تفاجات من البدايه القويه، ولكن بعدها يعني خلاص يعني كان بمستوى واحد، ولكن مستوى جميل جدا صراحه يا نوكسس، ف تستاهل لايك برضه يا مديري. فالحصول على الفيديو يا شباب اتمنى لكم الفيديو عجبكم، لا تنسوا اللايك ولسانك ما كنت مشترك، واكتبوا لنا تحت في التعليقات ايش رايكم، ما رايكم باغنيه راب اسكانور وايضا راب سانجي، يعني ايش رايكم وكم تقييمكم لها. الصراحه يعني انا تقييمي اوكي انا خلاص انا بترك الفيديو خلاص بوقف الفيديو، لان صراحه كل ما اشوف كلمه سانجي جسمي كذا يحكني لازم لازم كذا اجلده. يلا شباب نراكم في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم. نعم انا قاعد اقرا التعليقات من حين سانجي عمي مستحيل، بس اوكي شكرا.